سجل بارتياح التوافق الحاصل بين الوزارة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حول مشروع قانون جديد المنظم للمهنة. توافق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والجلسات التي خصصت لإعداد وصيارة هذا المشروع. شاركت فيه بفعالية ومسؤولية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وأفضت هذه المقاربة التشاركية إلى التوصل إلى مشروع متوافق عليه، هو الآن في المراحل النهائية من حيث الصياغة والتدقيق. المفوض القضائي من خلال الإجراءات التي يقوم بها والتي تدخل في مسار التقاضي، وخاصة الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ من خلال هذه الأدوار، فهو يساهم في تحقيق النجاعة القضائية والأمن القضائي. انضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالرباط ندوة وطنية تمثل الملتقى الأول العلمي الأول للمفوضين القضائيين، والتي إن شاء الله ستصبح سنة تعقد على رأس كل سنة في مثل هذا التاريخ. وقد نظم هذا اللقاء بشراكة مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وتحت شعار دور المفوض القضائي في النجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي. لما نتحدث عن النجاعة القضائية فبطبيعة الحال نتحدث عن التبليغ، نتحدث عن المحاكمة العادلة، ونتحدث عن دور المفوض القضائي في تحقيق المحاكمة العادلة. فبدون التبليغ لن يكون هناك حكم في أجل معقول، ونخدم بالدرجة الأولى المتقاعدين بحيث يحصلون على حكم في زمن قياسي إن شاء الله. ولما نتحدث عن الأمن القضائي فإننا نتحدث عن التنفيذ، فالحكم مهما رجع فما بلغت درجة العدل بالنسبة له، ولو كان كلمة العدل تبقى نسبية لأنها صفة من صفات الألوهية، فإن هذا الحكم إذا لم ينزل على أرض الواقع عن طريق التنفيذ، فإن المرء بطبيعة الحال الذي بين يديه حكم سيفكر في طرق أخرى ليصل إلى حقه، كما جاء في إحدى خطاب جلالة الملك نصره الله. إذن المفوض القضائي له دور مهم جدا في تحقيق النجاعة القضائية وكذلك تحقيق الأمن القضائي. وأشكر الإعلام بالدرجة الأولى صوت العدالة التي واكبت هذا الحفل منذ البداية إلى النهاية، وهي بهذا تكرس نشر المعلومة في أقصر وقت لتصبح في يد المواطن المغربي. ولا يفوتني أن أشكر السادة الحضور على رأسهم السيد وزير العدل الذي ألقى كلمة بالمناسبة، والتي نوه فيها بدور المفوض القضائي وكذلك القوانين التي ستأتي لاحقا والتي هي في الصياغة النهائية. كما أنوه كذلك بالحضور للسيد رئيس النيابة العامة ممثلا في كاتبة العامة، والتي ذكرت في كلمتها على أن المفوض القضائي أصبح يمثل ركنا من أركان تحقيق العدالة بالمغرب. ونوي كذلك بالحضور الكريم وعلى رأسهم السادة القضاة المسؤولون القضائيون كتابة الضبط المحامون على رأسهم النقيب، وكذلك الزميلات والزملاء وباقي المجتمع المدني. وشكرا.